الهزات الأرضية شعرنا بها نتيجة الهزات القوية اللي حثت بتركيا، وهاي خاصة الهزتين الرئيسيتين وما تبعها من هزات لاحقة، يعني تجاوز عددها عدد يعني لا قليل، يعني تجاوزت تقريبا 500-600 هزة أرضية خلال هالفترة هاي. لكن اليوم 6 بالشهر، إلى اليوم العفو 9 بالشهر، حاليا اليوم يعني مجموع الهزات اللي سجلناها لغاية الساعة 12 ظهرا تقريبا 75 هزة أرضية. الهزات الخفيفة نحن من 2012 لغاية 2022، نهاية 2022 سجلنا كمدينة كمحافظة نينوى 167 هزة أرضية خفيفة، تراوحت قوتها ما بين 1.5 إلى 4.9، أي وكان التركيز مع الهزات الأرضية موجود بالشيخان، بتلعفر، بالحضر، يعني بعض المناطق. أي استعداد بالنسبة إذا صار لا سمح الله زلزال ماكوش، فالمفروض تأخذ استعدادات. يعني ما أفش أوصف لك الوضعية اللي نحن نعيش، وخاصة أهل الموصل يعني السد قريب علينا، وهاي فترات على أساس أنه السد دي يكسر السدود، لأن تركيا هم فتحت السدود ماله، فراح يصير تأثير كلش قوي بالنسبة للموصل، سد الموصل. طبعا عندنا مخاوف، إذا ما بالنسبة لنا، بالنسبة لأهالينا وأطفالنا طبعا أكو مخاوف. إذا الحكومة ما تقف معانا، منو اللي ينقذنا من هاي الوضعية اللي نحن راح نعيشها؟ الدولة تبلغ العالم، لأن احنا العالم بصورة عامة يعني خايف جدا، يعني هذا الموضوع يعني ما نعرف احنا شلون. المفروض من الدولة تبلغ الناس يا بكوي هالشكل اكو شغلات، هالشكل اكو شغلات، لأنه السد ما تعرف الوضع ماله شلونه. وهذه الزلازل اللي صارت قبل فترة يعني ناس كثير راح تضيع حياها بسوريا وبتركيا، ويعني قوية جدا، فتخوف الشغلة يعني. ولكن احنا نقول بأبض إن الله ما يصير هكذا شيء. تصفن علينا احنا بالمدينه القديمه، بعد اكو ناس خطيه لحد الان بيوتها مهدومه، بعد مناطق الانقاض بعد ما مشوا لها. فيعني الصحه، وين الصحه؟ المستشفيات، العلاجات، يعني هسه المفروض هاي كلها ياخذون بنظر الاعتبار، لان احنا تقريبا منطقه يعني خطره جدا بالنسبه الى صار لا سمح الله انهيار بالسد او فرشي. نحن نعتبر اول الناس اللي راح نكون من الضحايا. زلزال ضربنا طبعا، ضرب العراق، ولكن ضربها هزة خفيفة، ولكن الشعوب وناس تهدمت. بال91 هجمت علينا الأمريكا بالاعتداء في 33 دولة، وهدمت البنية التحتية للعراق. بهذاك الوقت كنا نعيش على الفسفوسة اللي هي عبارة عن شيشة ما دوا نخلي بيها الفتيلة ونضوي. بست أشهر الحكومة العراقية السابقة رجعت هذا البلد، خلال ست أشهر رجعت أبسط أمور الحياة، الكهرباء والماء والغاز والغاز وهاي الأمور. هسا احنا بلد نفطي ما نلقى فيه لا الغاز ولا التدفئة، بيوت عوائل محطمة، فقرة ينوب لها القلب، قاعدة على القاع، لا عندها نفط تدفى به ولا عندها أي شيء. يعني نسوي لك الزرقية؟ أكو تصوير ولا لا؟